المواد الغذائية خلال الشهر الفضيل. وحول هذا الموضوع أستضيف معي هنا في الاستوديو الوسع سفيان الناطق باسم جمعية حماية المستهلك. أهلا بك أستاذ صحة رمضانك. أهلا وصحة رمضانك وكل الجزائريين. شكرا لك. كذلك معنا عبر الهاتف حسن شيرود إمام مسجد أبو أيوب الأنصاري بالعاصمة. أهلا بك أستاذ. أهلا ومرحبا الأخت الكريمة، وإن شاء الله رب العالمين صيام مقبول على جميع الشعب الجزائري. إن شاء الله رمضان والمسجد. رمضان كريم لك ولكل مشاهدينا. أبدأ معك أستاذ الواسع، إذا ما يحدث الآن في الشهر الفضيل، لا تعتقد ربما بأنه ما يحدث الآن خلال شهر رمضان قبل الشهر وخلال هذا الشهر قد تجاوز حدود المعقول وتجاوز حتى ما سجلناه في السنوات الماضية من حيث ندرة السلع، من حيث غلاء الأسعار، رفع الأسعار بطريقة عشوائية من قبل التجار؟ نعم، يعني صراحة كنا نأمل أن يكون فيه انخفاض الأسعار مقارنة بالسنوات الماضية، ولكن للأسف شهدت بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع ارتفاع قارب حوالي 40%. احنا كمنظمة على مستوى المكتب الوطني عندنا خلية استطلاع نقوم برفع الأسعار على مستوى كل ولايات الوطن، لاحظنا أنه فيه ارتفاع لمادة البطاطا اللي وصل يعني حتى 90 دينار جزائري للكيلوغرام. نعم، في بعض الولايات على سبيل المثال ولاية عين تيموشنت توصل حتى 90 دينار جزائري، يعني بين 70 و 90 دينار جزائري. أيضا مادة الطماطم اللي وصلت حتى كحد أقصى 200 دينار جزائري، وذلك بداية مع الشهر الفضيل، دون أن نتحدث على اللحوم الدواجن واللحوم الحمراء التي غابت الأسعار المنخفضة في الأسواق. كنا نأمل، يعني لو تكلمنا هنا منذ أيام قليلة فقط قبل الشهر الفضيل كنا نتكلم على الأسواق الجوارية، لا وجود في معظم الولايات للأسواق الجوارية على مستوى البلديات، ندرة في بعض المواد، انتشار إشاعات على ندرة بعض المواد لخلق أزمة أخرى وعلى رأسها مادة السميد اللي تكلمنا عليها منذ حوالي أيام، يعني كان فيه بيان صدر من المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك حول هذه المادة ووفرتها على مستوى المطاحن. يعني كلها أمور يعني تشكلت، واللي دفع الفاتورة هو المواطن والمستهلك البسيط، لأنه من غير المعقول 1000 دينار اللي كانت تملأ قفة تكفي لمدة أسبوع أصبحت الألف دينار هذه فقط تتلخص يعني في 5 كيلو بطاطا وثلاثة كيلو يعني طماطم. يعني والله العظيم المواطن البسيط يعني إلى أين بكل هذه الزيادات؟ وما كانش مبررات، يعني أعطونا مبررات واقعية ماذا يحدث في الكواليس. أنا لما نتكلم على تاجر التجزئة، تاجر التجزئة يقول لك تاجر الجملة، ولكن نتكلم ماذا يحدث في أسواق الجملة، أسواق الجملة لهذه الخضرية يعني والفواكه. راني نتكلم على مواد استهلاكية يومية، ممكن جدا احنا تكلمنا على الأسواق الفوضوية، ولكن حتى في الأسواق الفوضوية اللي كانت ربما رغم أنها غير قانونية ولكن كانت ربما تخلق شوية توازن أصبحت الأسعار مرتفعة. الفاكهة ما نتكلموش على الفاكهة، ولكن لما الحق الحد بالخضر، الخضر سبحان الله على شاكلتها ما لازمش تتجاوز 50 دينار، ما لازمش للكيلوغرام مهما كانت 50 دينار، أصبحت الكوسة نخلصوها ب 150 دينار، الكورجات 150 دينار، الطماطم ب 200 دينار، البطاطا اللي راهي الناس كلها تستهلك البطاطا، البطاطا هي قوت المواطن البسيط، البطاطا اللي المواطن راهو يستهلكها بصفة يومية، البطاطا اللي عندنا ولايات التي أصبحت في الريادة وتغطي 40% من احتياجات الوطن عندنا. وفي حديث عن التصدير في حين أنه في الداخل الأسعار مرتفعة. يبدو كان أتكلم صراحة. حتى لما نتكلموا على التصدير يكون عندنا اكتفاء ذاتي، ولما يكون عندنا اكتفاء ذاتي لازم يكون باسعار اللي تكون في متناول الجميع. كانه نتكلموا على اللحوم، اللحوم الحمراء منذ سنتين فقط يا جماعه تتكلم لك على تصدير، قال لك عندنا فائض في الانتاج يمكن ان نصدره، يقول لك راه عندنا منتوج ورانا التغطيه. يعني كيف انت راك عندك التغطيه؟ نعم التغطيه ب 1600 دينار، اللي عنده ما يشريش. هيك تقول عندك الاكتفاء، هو اعراض الناس اللي خلاك تتكلم وتقول بلي رانا رايحين نتوجهوا الى تصدير اللحوم الحمراء. لو انه الناس راهي لك صراحه تقوم يعني باقتناء هذه الماده وهذا العنصر الاساسي وهذا المصدر البروتيني الاساسي فلا ربما، ولكن المواطن خلاص راهو لك بين نار غلاء المواد الاستهلاكيه. كنا نقولوا على بعض المواد كماليات، معليش ما ياكلش اللحم والدواجن، الدواجن لحقت يعني 360 حتى 370 دينار حتى ل 420 دينار، 42000 الكيلوغرام في بعض الولايات. زيد على ذلك حتى الخضر، يعني اللي ما كانش عنده كان يروح يشري الخضر
يعني يروح بهذيك ال 100 دينار هذيك يروح يقضي لك 2 كيلو بطاطا ويجي اصبحت البطاطا الان ب 90 دينار جزائري، تشري 10 كيلو بقريب 1000 دينار جزائري، الى متى ودون وضع مبررات؟ راه خاصه لو تكلمنا على مواد اخرى، مش نتكلم لك على الكيوي ولا على الاناناس لمستثمر واحد فقط ربما راه زرعها وحاجيات كما نقولوا بلد بكامله، ولكن انا نتكلم على ماده التي راه لك تزرع هنا في الجزائر وراه كاينه اعانات المستوى الفلاحين، انا ما نلومش الاخوه الفلاحين، انا نتكلم صراحة وأوجه أصابع الاتهام لبعض أسواق الجملة وما يحدث فيها. سبحان الله الفلاح راهو يجي وراهو يحط كما نقولوا المنتوج نتاعو وراهو يعرض المنتوج نتاعو في ساعات مبكرة خارج ساعات الرقابة، باش نحضروا هنا جينا باش نوضحوا الأمور، خارج ساعات الرقابة السلعة نتاعو حنا حبينا كمنظمة نفهموا واش يحدث من الساعات المبكرة حتى تنباع إلى تاجر التجزئة، واش يحدث تما في السلعة. من يحدد هوامش الربح؟ ما قلناش حنا تحديث الاسعار، تحديد الاسعار لانه السوق مفتوح، السوق حره، السوق مفتوح، ولكن من يحدد هوامش الربح؟ ان كان الفلاح يبيع لك ب 30 دينار باي حق تبيعها ب 60 دينار؟ هل هناك قانون؟ لما نقول استاذ الواسع بانه ما الذي يحدث في الكواليس منذ الصباح الباكر حتى يتم بيع هذه السلع الى تجار التجزئه، هل يمكن القول بانه ليس هناك رقابه على عمل تجار الجمله؟ المصالح التي يفترض ان تراقب هؤلاء ربما لا تقوم بعملها على اكمل وجه. احنا نقولوا احنا الكمال لله عز وجل، مش نقول لك انا الكمال يعني كما نقولوا الكمال هو لله، هو للخالق الواحد الاعظم، احنا رانا بشر وممكن انا نغلطوا، ولكن فيه بعض الامور وراهي عندنا معلومات على مستوى المنظمه الجزائريه لحمايه وارشاد المستهلك، فيه امور توقع خارج العمل لانه ما راحش تكون 24 ساعه على 24 ساعه، احنا اعوان الرقابه احنا كان ولا بد يعني الكل حتى هما راهم لك بشر وراهم لك يعملوا وراهم يتعبوا وراهم صراحه راهم لك ميدان ونعلم ما يتعرضون له من ضغوطات، حتى هذا راه مواطن بسيط راه وظيف عمومي. طيب من يتحمل المسؤوليه؟ نعم احنا ما نقولكش انا من يتحمل المسؤوليه، احنا وجب تكافل الكل. احنا دوك لو اني نحمل المسؤوليه ربما نحملها الى التجار، التجار يقول لك يحملها المستهلك، المستهلك يحملها الفلاح، خلاص ما خرجنا من قطاع تاع تقاذف التهم، هنا وجب ان تكون فيه مراقبه شديده وصارمه من الفلاح الى تاجر التجزئه. سبحان الله يعني كل اصبح يعني كما نقولوا يقذف التهم من واحد لواحد، انا يعني قلت لك دوك لو كان نتوجهوا لاي فلاح، لو نعيطوا دوك الغرفه الفلاحيه او ممثل الفلاحين يقول لك باللي السلع راهي لك توصل على مستوى اسواق الجمله بالسعر كذا، يعني بسعرها راهو لك باين منخفض، تخرج من اسواق الجمله ربما يجيك يقول لك هاي الفاتوره، هناك امور بعض الغموض باش نقولها لك صراحه، المنتوج متوفر ولكن هناك غموض في اليه تسويق المنتجات وتحديد هوامش الربح. لماذا دائما في شهر رمضان الشهر الفضيل؟ صدقيني دوك يبقى اسبوع قبل شهر رمضان راح تشهد الاسعار يعني نعم. انخفاض. نعم سنواصل نقاش. نتحول الى الاستاذ حسن شيرود امام مسجد ابو ايوب الانصاري بالعاصمه. استاذ انت معنا؟ نعم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه، اهلا بك مجددا. طيب شيخنا، لماذا فعلا كل شهر رمضان الذي يفترض انه شهر التجاره مع الله عز وجل، تجاره مربحه جدا مع الله عز وجل، في هذا الشهر يتم المتاجره من قبل بعض التجار بالمواطن البسيط، بجيب المواطن البسيط في ظل هذه الظروف وفي ظل تدني القدره الشرائيه للمواطن؟ نعم حقيقه الاخت الكريمه، في ما نسمع وما نراه وما نشاهده في الاسواق وما يعاني من الفقراء المسلمين خاصه في هذا الشهر الرحمه المبارك، كان من المفروض ان نتراحم، ان المسلمين يتكاتفوا هذا الشهر خاصه الميسورين منهم ان ينفقوا على الفقراء والمساكين. لكن الظاهر التي عمت وانتشرت والفناها من رمضان الى رمضان، انا في نظري وفي نظر الشارع الاسلامي اذا وجدت اي انسان في هذا الشهر المبارك يقع فيه الجشع والجمع الاموال فقط هي قله الخوف من الله عز وجل وضعف الايمان. لو الانسان يراقب ربي سبحانه وتعالى ويعرف ان شهر الرحمه والغفران كان من المفروض يعني الاسواق قلوا من الاسعار وخلوا بالفقراء والمساكين يصوموا حق الصيام ويقوموا حق القيام ويفرحوا اولادهم برمضان، لكن للاسف حتى وان كانوا هؤلاء التجار مسلمين يعني ممكن يصلوا ويرتادوا المساجد ويصلوا التراويح ويبكوا في الصلوات ويسمعوا القران الكريم مثل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا
لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نسمع حديث كثير النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يخاف يقلل من ربح، لأن ربي لما يبارك في واحد راه العام طويل كما يقولوا الناس يعني يربح في سنوات وشهور كثيرة. نعم، يتضرع الكثيرون، يتضرع الكثير من التجار أستاذ حسن الشيرود بأن هذه تجارة، ويعتقدون بأن يعني العبارة الشائعة بأن التجارة شطارة، وأن ذلك ربما لا ينقص شيئا من إسلامهم ولا يؤثر أبدا على صيامهم. هل هذا صحيح من الناحية الشرعية؟ هل يتاجر الحق فعلا بأنه يتدرع بأنه أيضا له أسرة وعليه أن أيضا يتحصل على المال؟ نعم الأخت كريم، ما غير صحيح، ممكن يبرر لنفسه لجمع نعم. الأموال، ولكن كان قبل رمضان يجمع عادة. الأخ الكريم تكلم على البطاطا أمامك، نحييه من هنا من هذا المكان، أن هذا البطاطا كان يدير 3000 4000، يعني فجأة 7000 8000، يجيب تقارن البنان ومش عارف، وبعض الاسعار اللي هي نعم. ما عندهاش قيمه يعني تصافعت بكثره. من اين هذه؟ هذه كلها مواد يعني محليه وطنيه مش مستورده من الخارج، ومين جايه بعمله صعبه يعني. لماذا؟ هذا تراه يعني عومه بيناتهم. وانا سمعيت عندي بعض المعلومات من التجار، بعض الامور ترمى باش ما يخفضوش السعر نتاعها، وهذه معروفه بالاسواق الجمله. صحيح. شيخنا الكريم، شيخ الفاضل بارك الله فيك، ممكن فقط نطرح لك سؤال يعني رانا على الهواء، يعني شرعا ما هو تحديد هوامش الربح بالنسبه للتجار؟ يعني باش نفهموا هنا، هل من حقه التاجر انه بعض التجار ما نقولوش الكل، هل من حقه انه ياخذ 100% يشري ب 4000 يبيع ب 8000، يشري ب 4000 يبيع ب 7000 يعني شرعا يعني؟ نعم، في الشرع غير محدد في الاسعار، ولكن محدد بايمانه وخوفه وعلاقته بالله عز وجل. نعم. لو كان لما نحتكر سلعه مثلا نعرف الناس بحاجه اليها، المواد الضروريه البطاطا وغيرها الناس بحاجه اليها، شكون ياكل هذه؟ هذه ياكلها الفقير والمسكين. ولما نسمع الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اسمعوا ايش يقول، يقول المحتكر خاطئ، في بعض الايات يقول المحتكر ملعون. لما المسلم يسمع هكذا لابد يخفف في رمضان. لماذا نصوم؟ نصوم لنستشعر بالفقير المسكين اللي هو عام كامل يتلوى جوعا. لماذا الفقير الغني يصوم؟ يحس بالفقير والأرملة واليتيم والمسكين. كيف التاجر هذا ما يحسش بقول الفقير وهو يمر عليه يساوي ما يشيش، يساوي ما يشيش؟ نعم. شكون يدخل القفة المرشي ويعمر القفة كما معروفة عن زمان، لما يجيب ويعمر الناس قاعد تقضي وتاكل مستورة لحد الآن، يساوم شحال بطاطا شحال كذا شحال كذا، يخرج ما ادى شيء لولده. نعم. أليس هذا من حق المسلم أن يدرك ذلك، أنه يخاف الله وفي القليل بركة، وهذا شهر الرحمة يبارك فيه يضع فيه الحسنات والأجر والبركة بدون تحديد الأسعار. أخي الكريم، هذا شيء جميل، تحدد الدولة وتتراقب الأسعار، ولكن المسلم هو مسلم سبحان الله العظيم. نعم. يقرأ إنما المؤمنون إخوة، يقرأ مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد الواحد. إذا لم نتعاطف في رمضان ونرحم بعضنا بعض في رمضان، الربح طويل اللي يحب يغنيه رب العالمين، ما كاش لينا على الأموال. وبالتالي أستاذ شيرود يمكن القول بأن ذلك يعتبر من الناحية الشرعية سرقة وأكل لأموال الناس بغير حق. نعم، شوف نذكر الأخ المشاهدين يعني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عمر بن الخطاب، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس. والحديث رواه ابن ماجه. لما نسمع الرسول يقول لا يحتكر إلا خاطئ، لما يقول الرسول من غشنا فليس منا، أي إيمان الإنسان وصيامه وقيامه الذي ما يخليش يرفع من الأسعار ويتبجح ويتعلق كثير ببعض العلة الواهية، يعني يقول لك السوق الجملة وغالي، وهي لا يشتريها مثلا ب 4000 يبيعها ب 7000، على ما تاخذ 100 دور مثلا، تاخذ 1000 فرانك، تاخذ الشيء اللي تقنع به وتديه حلال، خوك المسلم ياكل ويشرب ويتمتع في رمضان. نعم، وهناك ظاهرة أخرى، هناك ظاهرة أخرى شيخ حسن شيرود، هي ربما السلع المغشوشة، التجارة المغشوشة، هل يدخل ذلك في قوله عز وجل ويل للمطففين؟ نعم، تطفيف الميزان والسرقة والغش. نعم. والاحتكار، لأنه يتم في كثير من الأحيان خلط السلع الجيدة بالسلع الرديئة وبيعها للمواطن الجزائري وبهذا السعر المرتفع. نعم، حتى لما نعرف الغش ما هو الغش، هو
ما يخلط من 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 الرديء بالجيد، يعني دير حاجه مليحه ودير معروفه سبحان الله العظيم. هنا ولات هذه موده في الجزائر، تشي البطاطا حبات الفوق ملاح والتحت سبحان الله العظيم تجي ترميها، اي حاجه تشريها يعني شوف السوق اي حاجه معلبه ولات هذه شطاره عندهم يعني سبحان الله العظيم. هما ما يقراوش حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة في طعام في السوق، يعني شاف واحد يدير الطعام ويبيع، فادخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الصبرة هذه فوجد مبلل من الاسفل، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يعني المطر يا رسول الله، قال افلا جعلته فوق الطعام كي يرى الناس؟ ثم قال من غشنا فليس منا. هذه الكلمه ترعب المؤمنين والصائمين والقائمين، لما الرسول يقول من غشنا، يتغش مسلم غوك مسلم، يقول فليس منا، لي مش من أمة، ماوش من أمة الرسول ولا من الصائمين والقائمين، بعيد بالخلق بهذه الأخلاق والسلوكيات، لا تمد للإسلام بصلة. المسلم رحيم في رمضان، المسلم مليء بالرحمة في رمضان، لماذا ترى الإنسان ينفق في رمضان يدير قفة رمضان وواحد يوكل؟ ونحيي من هنا الشباب والناس جمعية الخير اللي هم في الطرقات يوكلوا عن عبر الطريق، يعني هذا ما فيه من رحمة. لماذا هذا التاج لم يكن مثلهم؟ لماذا لم يتصف بالصفات الحقيقية اللي هي إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يدعو الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم حتى تكون مع هؤلاء وضمن هؤلاء مع الله السابع في الخيرات والأجر وما إلى ذلك. الطرق كثيرة والغش كثيرة، ولكن حي المسلمين ضعف الإيمان، خوف ربي سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، أنا عمر بن الخطاب في حياة في الخلافة بتاعه أصدر قانون منع مزج الماء باللبن، يعني الماء البن وزيدوا للماء، هذا منع عمر بن الخطاب في حياته. تخيل لو كان عمر معنا ماذا يمنع؟ التجار قاع سبحان الله، حتى الرسول يقول تاجر الصدوق مع النبيين والصديقين. نعم. إلا من تقى وأبر. عليه الصلاة والسلام. ابقى معنا أستاذ حسن شرود إمام مسجد أبو أيوب الأنصاري، ابقى معنا أستاذ، شكرا لك، لكن ابقى معنا عبر الهاتف في هذا السياق أستاذ الواسع. كما قال عليه الصلاة والسلام منع خلط الماء باللبن، في الجزائر اليوم نشاهد طوابير كبيرة على الحليب، ندرة في مادة الحليب خاصة خلال الشهر الفضيل، في المقابل الحليب المتوفر لا يرقى أبدا، على الأقل ربما ما يتم شربه من قبل الأطفال في دول أخرى، يعني لا. حليب ذو يصفه الكثيرون بأنه ذو جودة سيئة. لا يعني نتكلموا يعني لما نتكلموا على الحليب هناك غبرة الحليب، فيه قانون يحدد هذه الغبرة، يعني احنا نتكلموا للأمانة. نعم. ما لدينا من معلومات. نعم. أن الحليب هذا في الأكياس هذا يحوز على 34 غرام من البروتينات بالمعايير الاتحاد الأوروبي. نعم. نعم هذا شيء، يعني هذه غبرة الحليب اللي راهي تجينا من الخارج هي حليب مجفف يعاد خلطه بالماء. أما المشكل عن آلية توزيعه وعدم حصول المواطن والطوابير التي نشاهدها التي لا بداية ولا نهاية لها والأغلبية في كل ولاية الوطن خاصة مع الشهر الفضيل لشهر رمضان، تكلمنا دائما عن هذه بودرة الحليب، الناس اللي راهي تاجر في غبرة الحليب، القانون اللي يتكلم لك على انه وجب خلط ماده النشاء اللي هي المؤشر يعني سلو موشار باش نعرفوا هل استعملت في حليب الاكياس ولا استعملت في مواد اخرى، لازم نتكلموا ايضا على ماده الحليب هذه اللي راهي مدعمه وفق مراسيم تنفيذيه وفق قانون يحدد سعرها ب 25 دينار وموجهه لفئه معينه من المواطنين البسطاء، نلقاوها في المقاهي، نلقاوها في الفنادق، نلقاوها في تحضير الحلويات، نلقاوها في تحضير مواد اخرى، هذه مواد مدعمه وخلقت الندره. ايضا لما نتكلموا على شبكه التوزيع وهامش الربح الضئيل اللي تكلموا عليه والناقلين، اللي احنا خرجنا من اطار حمايه المستهلك، انا ما يهمنيش كممثل للمستهلكين، انا شكرا انت الحليب توصل للمواطن، ممكن اني نغض البصر ونغطى على المشاكل اللي راهم يتعرضوا لها الناقلين، ولكن عملنا لقاء مع الاتحاد التجار الجزائريين وحضروا الممثلين تاع الناقلين تاع بالشاحنات المبرده اللي تاع يوزعوا ماده الحليب، وسمعنا انشغالاتهم وتحديد هوامش الربح وايضا ما يحدث من امضاء حتىهما، يعني كل واحد راهي عنده يد باش نكونوا يعني واضحين في الصوره. انا لما نتكلم على ملبانا يقول لك هاوليك غبره الحليب اللي عطاتها لي، يعني كما يقول الديوان الوطني للحليب راني حولتها الحليب، نتوجه للموزع، الموزع يقول لك راني وزعت 5000 لتر حليب، ولكن في الحقيقه وعدنا يعني الدلائل وعدنا القرائن انه ياخذ 3000 ويمضي على 5000 وال2000 يعني وين راحت؟ هذه امور واجهناها بهم، واجهنا حتى الموزع
موزعين كاين اللي حتى اعترف قلت لهم راك وضعتوا روحكم يعني خبطتوا روحكم في حيط يعني باش نتكلموا نخرجوا من الحليب مواد اخرى مواد استهلاكيه اخرى رانا شفنا الازمه نتاع الزيت المنتجين يوجد عند المنتجين ما شاء الله وفرة ولكن وقعنا خلقنا الأزمة السلوك أيضا تاع المواطن والمستهلك أيضا لما نتكلموا على الغش والتدليس الغش والتدليس خلط المواد والإضافة المضافات الغذائية إلى مواد استهلاكية أخرى ومواد مجرمة قانونا ومجرمة دوليا وعندها التبعات نتاعها من سرطان مرض السرطان ونوضعها ونسوقها أليس هذا بغش بحد ذاته لما أنا نسرق يعني في كما نقولوا في الوزن نتاع ولا في السعة نتاع المادة الاستهلاكية ونخلي السعر هو هو ولكن نقص عوض أن نحط واحد لتر نحط 900 ولا 800 مليلتر ونخليه بنفس السعر إن غاب الوازع الديني إن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن إن غاب الوازع الديني شي جميل رانا مواطنين إما لو كان الناس كاع الكل تخاف ربي هلا إما رانا عندنا كيما نقولوا أجهزة تاع المراقبة وعندنا عدالة وعندنا كل شيء كرانا عايشين في الجنة ولكن هناك من تسول لهم أنفسهم سبحان الله صار كاين ناس وكلونا لحم الحمار أعزكم الله ناس وكلت ناس لحم الحمير أعزكم الله ورانا شفنا التدخل تاع الإخوة تاع الدرك الوطني على الطرقات الوطنية قبل رمضان فقط 18 قنطار تاع اللحوم تاع الأحمرة موجهة للاستهلاك البشري هل هادهم جزائريين؟ هل هادهم بشر؟ الناس اللي راحت باعت مواد استهلاكية وبدلت بالضغطور مسحوا يعني بس سمحوا لي فقط يعني بالمؤشر نتاع الضادات راحوا مسحوه وداروا ضادات جديده وسوقوا هذه المواد وبيعت في الاسواق الفوضويه هل هذو مسلمين هل هذو جزائريين نسلخوا من وطنيتهم يعني الامور راهي تعيش فوضى 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 عارمة وش قلت لك أنا لازم التدخل السريع وإعادة ضبط الأسواق نعم. لأنه إحنا كما سمحيني فقط لما تكلم لك الشيخنا الفاضل على المواد وكيفية عرضها إحنا ما عندناش بما يسمى الكاليبراج يا خويا معليش عندك البطاطا اللي تسوى 7000 تسوى 7000 ميكاين ناس اللي ياخذ رقيقة موين متوسطة ضعيفة حطوا يعني كما نقولوا ماشي تخلط الكل ولما تروح أنت تشري إحنا المشكل تاعنا في التصدير حنايا للتصدير باش تصدري منتوج يا حسرة احنا في الثمانينات كانت اسواق الجملة تشهد التوظيف احنا القرنون الناس ما كانتش تشريه بعمود يعني تشري عصا تاع 60 سنتيمتر والاخر لا تاخذ كما نقول المواد الاخرى البسباس يعني رانا شفنا يعني كانت الناس اللي ما تعرفش يقول لك قبضة يد فقط يعني اللي لازم ياخذ قبضة يد اصبحت توجه التصدير عنده معايير التصدير احنا كنا نصدروا التمر وكنا نصدروا الشغل المشكل تاعنا وين وقعنا احنا في نهايه الثمانينات في عمليه التوظيف في الكاليبراج نحطوا الحاجه شابه من فوق وصغيره من تحت يعني والله راي امور يعني صراحه احنا تمنيت لو انه اسواقنا كانت كما اسواق الثمانينات تدخل السلعه وتتنقى وتتنظف البطاطا اللي راهي تنباع بالتراب نتاعها تتنظف وتتوضب كل الخضر كاين سلسله تاع التوظيف وتعرض مباشرة ولكن فيه غش كبير وغش كبير كبير وللأسف الشديد المواطن الله غالب عليه دوك أنا ما نقدرش أنا نقول كل مواطن كون أنت كونترول روح لما تشري يقول لك أنا ما نشريش ما نقدرش هنا لازم التدخل يعني نعم. من السلطات نعم نعم طيب أستاذ حسن الشيرود صحيح أنه المواطن ضحية ولكن المواطن بشكل أو بآخر في كثير من الأحيان يساعد ربما في انتشار مثل هذه الظواهر لازلت معنا أستاذ حسن شيرود نعم من الناحية الدينية أستاذ حسن شيرود ربما ما الذي تقدمه للمواطن كنصيحة أمام هذه الظواهر التي كانت ولا زالت تتكرر خلال كل موسم المؤمن يجب أن يكون فطنا في النهاية أستاذ نعم حقيقة لكن احنا ثاني المواطنين زم كذلك كما كوش داد يعني زي السنتورة في رمضان يعني شو يسمعوا بهذه العبارة يعني يتحكم في نفسه نعم. كما قال عمر بن الخطاب ليس كل ما اشتهيت اشتريت نعم. يعني لما تشوف المواطنين يتهبتوا الزيت يتهبتوا الدقيق يتهبتوا أي حاجة خضرة واحد أنا رأيته بأم عيني فتلة ربع بوادن يعني تاع زيت وهرمي هرول بها المنزل خطرة دقيق خطرة يعني لماذا هذا الجشع والخوف أليس يعني احنا مؤمنين ودي حقك وخلي خوك خاصة في رمضان المبارك شهر الرحمة والغفران سبحان الله نرى المساجد مكتظة في رمضان وترى الأسواق العيوب فيها جمة والأخ يتكلم على الاحتقار في الميزان على البيع عدم السلعة غير نظيفة فيها الرديء من أسفل ويحد لك حبة زوج وبدأوا يتفنوا لحد الآن لكما يعود يوزن يخبي ظهره يديرك في ظهره بما تشوف لا ميزان لا خضرة
مع الخطر تاخير الحاجه اللي مفتوح سبحان الله العظيم. هذه تعود يا اخي اختينا القناعه ثاني كنز ولا يفنى على المواطن الاخ الكريم الصائم، ما تشيش كلش من السوق، شي قد ما تستطيع، شتي واش تاكل اليوم وبعد غدا، بعض الناس يدي تاع شهر سبحان الله العظيم. وفي النهايه ترمى الكثير من هذه المشتريات في القمامه عزيزي. راينا العجب، دقيقه ترمى الخبز، ترمى الحلويات، ترمى، لا ما تشيش الانسان يخلي سبحان الله العظيم، حتى الرسول يقول لك سبحان الله العظيم، لان لما الانسان يشري بكميه كبيره وياكل وجاره جاره جاع بقربه، والرسول يقول يعني ما من نبي من بات شبعان وجاره الى جنبه جائع. احنا لازم تكون فينا الرحمه، تكون نعود الى الدين، حقيقه الدين اللي هي الخوف من الله عز وجل والقناعه، ونتراحم ونعس بعضنا بعض، وندي بالكميه اللي نقدر لها ونقدر نستهلكها باليوم الجديد. ونطلب كذلك من وزاره الفلاحه، لماذا لا في رمضان بالاسواق الجماعيه وتشري من الفلاح، تعرف فلاح، لا تخلي هذو العابثين يلعبوا بالتجاره، يعني الناس ما عندهمش خبره بالتجاره، كل عام شباب جديد لا يعرف يهضر معك ولا يعرف يوزن معك، نقول هذه مش مليحه، يدابزك، يفاتنك، يشتمك، تولي تشي. بعض الناس انا شفت امراه مع الزوج تاعها تمشي بخوف، شا واحد السلعه لما قالت لها مش مليحه وبدل لي، انا تشري بواحد الرفع ولا خايفين يشري وما يقدرش يدافع على روحه، وصلنا الى درجه تشي بالخوف. نعم سبحان الله العظيم، يعني لابد احنا في هذا الشهر ندعو من هذا ومن هذا على قناه شغروق، ربي يحفظ جميع المسلمين، نعاودوا كما قلنا زمان متخاويين متراحمين، ادي حقك ايها التاجر وارحم خوك المسكين والمواطن، هذا ادي حقك، ما احنا في كل شيء ندير عليها طوابير، يعني كل شيء مش عارف كيفاش ناكل كل شيء مستحيل، ادي حقك، خلي اخوك، ادي الزوج، اعطي اخوك ما عندوش، نتراحم، تنزل علينا الرحمه، نتكاتف، والله يرزقنا الله عز وجل من حيث لا ندري. نعم. معروف رمضان يجيب الرحمه نتاعه، ولكن على المسلمين ان يعوا ويتقوا الله تبارك وتعالى ويتراحموا فيما بينهم، ليكون صيامنا مقبول، قيامنا مقبول، صلاتنا لما نحتك ببعضنا بعض، يعني اخوه بمعنى الكلمه، لقول الله عز وجل انما المؤمنون اخوه، والدوله عليها ان تراقب جيدا، يعني لا ترحم احد خاصه في رمضان. انا في المساجد يجونا فقراء ومعوزين وارامل تبكي دما لما تقول لك الجمله، تقول لك عندي ثلاث اولادي والله ما عندهم واش ياكلوا اليوم، ما عندهمش واش ياكلوا، يعني الدرجه هذه. والخير كاين في البلاد، يعني الحمد لله ارضنا شاسعه ومليئه بالخيرات ومليئه بالبركات، الا الجشع والخوف وعدم رحمه في رمضان اوصلنا الى هذه الدرجه. شكرا لك استاذ حسن شيرود امام مسجد ابو ايوب الانصاري بالعاصمه، كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك وتقبل الله منك. شكرا، صيامكم مقبول وبارك الله فيكم على وفيكم بارك الله. شكرا جزيلا لك استاذ سفيان الواسع، اردت ربما كلمه اخيره. لا والله يعني صراحة يعني احنا تكلمنا يعني بكل الوزائع الموجودة لحد الساعة، وأعيد وأكرر ما قاله سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن. ربما كاين ناس ربما يعني تزعزعت قلوبها بالقرآن الكريم وبالدين الحنيف وبكل الأحاديث الموجودة، ولكن ناس فيهم بشر الله غالب، يعني رب العزة وقال لك كاين البشر اللي عنده قلبه أكثر من الحجر، ما كاش يعني، وش راح نكلمه أنا، لولا ذاك لما تدخلوا يعني على مستوى الصفحه، ومن الحجاره ما يتشقق يخرج منه الماء. نعم. لان الناس راهي لك راهي في غش كبير، والله عندنا صور تشوفوهم على مستوى المنظمه، مطاعم الناس تستعمل مواد فاسده، احنا ربما الانسان يخلي القدره نتاعو في الثلاجه ربما نهار يومين يخاف لا ياكلها، الناس مقدسه مواد استهلاكيه ومواد حيوانيه من لحم مفروم واسماك مجمده وكذا، ومخليها لازم يبيعها ما تخلاش، بعض القصابات الى متى كل هذه الممارسات؟ نحن ندعو الى تشديد الرقابه، ما دام التوعيه راهي خلاص، يعني دوك نوعي ربما نوعي شريحه ما، خرجنا من الاطار تاع التوعيه، ما دام كل انسان حامل للسجل التجاري فهو مقيد بتعليمات بواجبات، راك مقيد يعني ما فيهاش يعني خلاص، احنا كيما نقولوا احنا لما التوعيه الانسان اللي ما يعرفش توعية ربما توجه الأسواق، قال يا مواطن ما تشريش هذه، ما تقضيش هذه، شوف كيفاش تعامل، ولكن ربما ذهاب نحو تسليط عقوبات أشد صرامة. العقوبات موجودة، ولكن احنا ماذا بنا أنها تطبيقها، مانيش نقول أنا نضيق الخناق ومن هذا المنبر نقول يا جماعة الخير، مانيش نتكلم على التجار النزهاء، راهم عندنا خوتنا وأصدقائنا وعائلتنا تجار نزهاء، أنا راني نتكلم على الإنسان اللي يساوم
سبحان الله، يعني تخرج انت الصباح ونعاود ونكرر من الفجر، الناس راهي تروح تدير الطابور على الحليب قبل ما تروح تصلي صلاه الفجر، وتروح انت وتبيع البيع المشروط، تدي شكاره حليب ربع شكاير حليب تديهم بالكرواسون بالبتي بان، وما زالت ممارسات هكذا بالبيع المشروط. لحقنا حتى انك الزيت تدي معاه قرعه جوفال، يعني شكون هذا؟ من انت؟ والتجار نقولها لك، التاجر يقول لك يا اخي انا تاجر الجمله كما نقول انا فرض عليا، وتاجر التجزئه تكلمنا افليتو، تكلمنا مع تجار الجمله، وتكلمت مع احد تجار الجمله يعني كبير كلمته، وقال لي والله ان بعض المصانع وبعض المنتجين يفرضوا علينا ان ناخذ مواد اخرى اللي ما عندهاش علاقه، نروح عند مواد الصيانه، نروح ناخذ انا كما نقول الايزيس ولا افليتو سامحوني على الاشهار، ناخذ ماده اخرى، يفرض عليك ماده اخرى. على هاتي انا ديت انا صابون الغسل تفرض عليا مواد اخرى. راهو المشكل راهو يقع على مستوى بعض المنتجين اللي راهم يفرضوا منتجات اخرى على المواطنين وعلى تجار الجمله وتجار التجزئه. احنا ندعو الى الفوتره، ما دام الفوتره ما غابتش كانه الانسان اوتوميديكاسيون مرض يروح يشري الدواء من عند الصيدليه وما على بالوش، والتشخيص الطبي اللي هو مفروض عليه الصيدلي يبيع لك الدواء ما عنده لا يبيع، ولكن التشخيص ما عندكش. هذا فوتره نفس الشيء، احنا ماذا بينا انه تكون فوتره، لانه كي نديروا الفوتره والله ما نتوجهوا لاي محل تجاري، الفوتره راهي تمشي من عند المنتج حتى المستهلك، نحدد هوامش الربح ونشوفوا اين يقع الخلل، ولكن في ظل غيابها راهي لك فوضى واللي يدفع الفاتوره هو المواطن والمستهلك الجزائري. شكرا جزيلا لك استاذ سفيان الواسع ناطق باسم جمعيه حمايه المستهلك.